بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نكمل المحاضرة رقم 9 اللي بدينا بها البارحة، وكنا نحكي بها عن حكينا البارحة عن الفاونديشن، حكينا البارحة عن أنواع السبورتس، واليوم راح نكمل الكلام وراح نتوسع أيضا بأنواع اللود أيضا بعد ما نكمل شوية كلام على أنواع السبورت. حسن، قبل ما نبدي بموضوع اليوم خلينا نسمع بعض الأسئلة. السؤال الأول من سعد حسن، تفضل. دكتور أمس، هذا الضغط اللي سويته، نعم، هذا شنو؟ مجرد التصميم للأساس لو مجرد تحليل؟ تفقنا تحليل التربة بالنسبة لهذا للأحمال اللي هو الآن التربة صار على شكل سبرينجات، هاي واحد. اثنين، هذه الأسئلة الآن إحنا البليت إليمنت اللي يمثل الرافت فاونديشن اللي تحت البناية، طبعاً صحيح مثلاً قاعد بقى بالصورة يعني اختفى البليت إليمنت من كثر الفاونديشنز اختفى، فش نسوي حتى نرجع البليت، حتى مثلاً بقى بليته نأشر بليته، أيضاً نروح للليبلز سيمبلز أند ليبلز. أكو هنا أمر مال سبورت، راح التك مال سبورت نوخرها يعني حتى ما يعرض السبورت، رجع على الرافت فاونديشن. بس هو السبورت طبعا الان نحكي قلنا عرض بالشاشه، السبورت موجود بس غير معروض. فهذا الان البليت من راح نكمل السران راح نجي نشوف هذا الاساس قال بيع زوم وقوى قص وشي ونصممه، هاي وحده. بس السؤال الاهم يعني خلينا نقول يمكن هو هذا السؤال اكثر حسن، وهذا يعني اذا صارت دوره مال التصميم راح نحكي عليه بالتفصيل، انه احنا عندنا تصميم الاساس جزئين، جزء اسمه الجيوتكنيكي اللي هو يسبق الجزء الانشائي. جزء الجيوتكنيكي هو انه الاساس ايش قد عليه بريشر، يسلط على التربه بريشر، اسف، وهل هذا البريشر ضمن تحمل البيرنج كاباسيتي مال التربه؟ لو اكبر من التحمل فكون معناه هذا الاساس ما يشتغل. يعني مثلا هذا الاساس اذا طلع البريشر على التربه اكبر من تحمل التربه معناها نروح للخيار اللي بعده اللي هو بايلز. ليش؟ لان احنا كل مساحه المبنى شغلناها على فرض ان هذا المبنى الان من كل الجهات احنا ماخذين الحدود القطعه مالتنا البروبرتي لاين، يعني ما عندنا امكانيه التوسع ان نوسع الراف بعد اكثر حتى يصير التحمل ضمن البيل كاباسيتي مال التربه. فش نسوي؟ معناها نروح للبايل. لهذا قلنا اكو بعد عدد معين من الطوابق بعدين لازم نروح بايل. تربه مثلا ضعيفه، طبعا التربه الضعيفه مثلا قد تكون 5 طن على المتر المربع، يعني هاي التربة اللي دائما تكون مجاوره الانهار مثلا او كذا تكون ضعيفه شبه الشكل. فهذه يعني غالبا كم طابق ونروح الى بعدين بايلز. نعم. اذا صار عندنا الووتر تيبل عالي في المنطقه، هو يعني احنا الووتر تيبل يعني احنا خلينا نقول يعني احتياطات اثناء التنفيذ للووتر تيبل، لكنه احنا نحكي البير كاباسيتي هو راح يطلع تاثير المي وحركه المي وكذا يطلع كلها على شكل شنو؟ البير كاباسيتي مال التربه ضعيفه او عاليه او شيء، يعني احنا اللي نحكم به انه نوع الاساس بالضبط يعتمد بشكل تقريبا يعني خلينا نقول 90%، ما اقدر اقول 100%، انه اكو يعني مثلا فاو، مدينه الفاو هذه جنوب العراق مثلا التربه يعني مو مشكلتها كانت التحمل، مشكلتها كانت انه يسموها تربه اسفنجيه بحيث يعني تنتفخ وتنكمش وكذا. بس بالضبط، فلهذا انت معناها الاساس تخليه فوق التربه هاي يعني ظل يتحرك ماكو بمرور الزمن على عمر المبنى. لذلك عليكم السلام، تفضل. لذلك نشوف انه مثلا صار يعني حتى طابق واحد يمكن خلوا لها بايلات بوقتها، بوقتها من بنت الفاو يعني بعد انتهاء الحرب العراقيه الايرانيه يعني استعملوا تقريبا يعني بشكل اساسي بايلات في اكثر الابنيه، حتى اللي يعني شو سمعنا طابق طابقين هماتين، لانه شنو؟ التربه متحركه يعني حجميا متحركه، بمعناها ما ممكن تقعد عليها اي شيء. نعم. سؤالي غير هذا، إذا كان المبنى مثلاً ثقلة ينغمس بالتربة أو لا؟ سؤالي لا، إذا المبنى ارتفع من التربة فعل الووتر تيبل. لا، هاي غير شغلة، هذه لا نوصل عندنا. ليش؟ هاي تصير مثلاً وين؟ بالخزانات، يعني إحنا همين راح نطرق شوية باللودي بالخزانات. عندنا مثلاً خزان تحت الأرض، والخزان مثلاً يكون فارغ، يكون وزنه خفيف، فيصير فد شيء يسموه uplift pressure اللي هو هذا اللي سرداب يعتبر خزان، مو اكو وزن فوق السرداب. اي مو هو، فلهذا البنايه ثقيله. يعني هو دائما صراحه ليش يصير هاي الظاهره؟ انه وزن خلينا نقول الحوض السرداب الكذا الفارغ يكون اصغر من وزن الماء المزاح. هاي القاعده القديمه الارخميدس، انه حتى تطفو الاجسام
لازم يكون وزنها شنو؟ أصغر من وزن الماء المزاحم. فتجي تقول الآن هذا السرداب مثلا، خلينا نقول سرداب. الآن حجم السرداب أضربه في كثافة الماء. مثلا قد السرداب مثلا إبراهيم، مثلا 5 × 5 = 25 متر مربع، في 4 أمتار حسب الرقم عدل 100 متر مربع، عفوا مكعب، أضربه في الآن 1 طن أو 10 كيلونيوتن، 1 طن حبون الطن أكثر إبراهيم الخدماء زين، فصار 100 طن. الآن لازم يكون أكو وزن على السرداب مسلط فوقه مع الطوابق مع البناية أكثر من 100 طن. أكثر بشقد؟ أكثر بحد يعطيك فشي اسمه فاكتور أوف سيفتي، اللي هو بتش حالات تقريبا يعني من 1.5 فوق، 1.5 2 2.5 شيء بهالشكل، هذا يعطيك فاكتور أوف سيفتي أجينست فشي مهم اسمه أبليفت بريشر. أبليفت بريشر، فلهذا بالأبنية إبراهيم هذا سهل تحقيق، يعني هذا الرقم 100 طن كذا سهل تحقيقه، أي تحسب الطابق يطلع جزء 100 طن. بس وين اللي مو سهل تحقيقه؟ بحواض مسبح، مسبح وطبعاً مسبح أكيد يعني هو المسبح بالجو القاع غير، وما بيسقف شماله حتى شوية وزن يثقل السقف أو كذا. وأحياناً يكون فاضي. وأحياناً تنظفه. أحياناً كثير دكتور صارت هاي إنه خزان ما. توقف التصريف مال الماء. خزان ما الجيزي. أي. كونكريتي. زين. مطرت الدنيا. انقلب تمام. إيه طبعاً إيه. صير منظر يعني بصراحة مخيف يعني، ها شوف هذا حجم كونكريتي، وإذا يعني أما القاعدة ما تنتفخ. صار أحد المشاريع ما أذكره يعني الحقيقة لحساسية الموضوع، هم انقطع الكهرباء، توقف ضخم، يكون ضخم ما مستمر مع المياه الجوفية أثناء التنفيذ، ماكو وزن بعد الخزان، بس سوى الضخم الضخم المياه الضخم، حتى شنو بعدين من تكمل توقف الضخ حتى تعدك وزن يصير عالي زين. فتوقع هذا يعني القاعدة هذه للراف صارت النفخ كامل نفخ ما يقابل دفعات شيء مرعب على أي حال. فأنا ما أدري يعني عفنا سؤالك، يمكن حسن رحنا على غير شيء أي على هسه حكينا أكرم الآن سؤالك بس أنا نسيته. لا على الأوتوكاد أي ملف الأوتوكاد أي أكو حامل يجي اي انا قلت لك حساس راح اسرعتكم مشاكل اي اي غير الاطفاء موجود اجى اي اي انت قاعد تكتشف بنفسك شنو يعني. مثل ما ضربت لكم مثال واحد واكو مثل عشرات الامثله انه مثلا بلوك ما يجي كيرف ما يجي مثلا كذا يعني ترايل اند ايرور تسوون الى ان تشوفون انه الملف الاوتوكاد مثلا دخلنا دي اكس اف مثلا بس حديث هم ما يجي ما ادري يعني أكو أي أسوأ. ظل تكون شوية ما صبور. أنا هي سوي قلت لكم عادة يعني وصلت لأخذ نتيجة إنه أنا أودي ملف جديد. يعني أنا موس اشتغلت على الملف مال المعماري. في مرات ما يجي ليش؟ الملف المعماري بي أشياء مثلاً layers hidden على الخطوط. يعني ظل أنت تدوخ جزء مصر فيه. تفتح لك ملف جديد نظيف. وهذا الطبقة سويتها خذها وديها هناك. سوي ملف الآن كأنه ما بيغير بس الخطوط مالتك. واضح الفكرة؟ واضح. هو أي يعني مثلاً هذه طبقات قسم منها مخفية كذا. أنا بصراحة ما أعرف إمكانية البرنامج. يعني الساب شوية يعني شوية بالقضية يمكن أحسن. يعني يجي أصلاً هو تطلع لك اللايرات بالساب من تجيب الملف. يقول لك مثلاً عندك هيك لاير. هاي شو تسميها؟ تسوي كولومات ولا تسوي بيمات ولا ما أدري شنو؟ شوية متطورين هالشغلة أكثر. أحسن شغلة أنت سوي الخطوط مالتك مال البيم لاوت. جيبه إلى ملف جديد افتحه أنت سميه بالاسم اللي يعجبك وهذا اشتغل بيه إن شاء الله بدون مشاكل. المهم أجب بعدين أجب ملف عندك هذا هو المهم. وشفت الوحدات والكذا وشو كسكير وصغرت وكبرت. أنا رسمت ملف جديد يعني هو ذا كمان. أنا رسمت ملف جديد. زين أنا أرجو أن تجرب شنو أرسم على ذا وأنقل الرسم مالتك إلى ملف جديد. مو ترسم من جديد يعني. لا رسمت بالأوتوكاد وحولت على الستايل. رسمت على نفس البناية مالتنا هاي سويناها. لا ما رسمت شيء مبسط. غير. هو أنا قصدي يرجع على البناية مالتنا حتى تعرف شنو المشكلة. بعد ذا أكو أسئلة. زين. جي. حتى نتواصل ويا موضوع البارحة. فرضنا فرضية من قبل 50 سنين. عملناها على البوينتات. تمام. ونزلنا. إيه. وعندي استفهام على كل جسم. اي هاي هيك ما اعرف صراحه رمز مال شنو ما ادري ودائما يطلعوا يطلعوا شيء على مسخه اي دائما
اللي هو رفع القدر عليه الصلاة والسلام. زين هو حق أنا زين سألتني أكرم لأنه أنا ذكرت جزء من جواب حسن ما قلته بعدني وهو تصميم الجيوتكنيكي والتصميم الإنشائي. إنه إحنا هسه من سوينا سبرينجات شلون راح نشيك البيرة كاباسيتي؟ يعني القوة اللي جاية الآن القوة الجاية صارت مسلطة رأساً وين؟ من الرافت للسبرينجات. فهسه راح نروح إن شاء الله هسه نطلع بالبوست بروسيسنج مود راح نروح له راح نشوف إنه إحنا راح نطلع البريشر بكل سبرينج. المفروض البريشر بكل سبرينج ما يتجاوز شنو؟ البيرة كاباسيتي. بس هنا عندنا نقطة مهمة لازم نحسمها. التصميم الجيوتكنيكي للأساس يمكن أشرنا إلى سابقا قلنا ما يعتمد على اللود الانفكتر. هاي حاجة ما أدري ما حكيناها مو وشنو سبب بني الذكر؟ لأن الفاكتور اوف سيفتي وين موجود؟ بالبيرن كاباسيتي. قلنا أي بيجو التكنيك يعني الانفستيجيشن هم يخلون تقريبا ثلاثة فاكتور اوف سيفتي. فلهذا احنا كنا ناخذ لنا السيرفيس لود فكنا ننتبه من نقرا هذا البريشر بالسبرينج نقرا من يا لود كيس. تذكرون احنا سوينا لود كيس احنا من عندنا سميناها سيرفيس لود. هي هاي كنا ننتبه هاي الاشياء شلون صار هسه الديفليكشن منين نقرا؟ نقرا من ستراكشر اللي مسوين ريدكشن للمومنت اوف انيرشيا وهكذا. هاي متطلبات الكود بالتصميم انه لازم نصمم على هيك حاله لازم نشيك على هيك حاله فلازم نلتزم بها. واضحه الفكره؟ لان وين كان شويه هي هاي مرتبطه بما سياتي من دوره التصميم لكنه مع هذا انا اشوف الاشارات هنا ايضا واجب يعني انه نشير لهي الاشياء حتى نعرف شنو فائده التعامل ويا البرنامج بهذا الشكل. زين نعم اكو بعد ملاحظه او شيء حتى احنا الان كنا بالسبورت شوية تذكير للبارحة راح نطب بالتفاصيل. احنا اخذنا هاي السبورتات اكثرها باوعناها طبعا اكو انكلايند يمكن هذا ما فتنا به انكلايند مائل لهذا هنا ينطينا الميل والمحور والكذا ما فايت بياني يمكن ممكن يكون هذا السبورت المائل احسن تمثيل الى مثلا او مع المثال الى هو مثلا بايل مائل. اكو مرات يصير لانك هوريزونتال لود على البنايه فشن نسوي البايل دقه بشكل مائل حتى يقاوم اندفاع البنايه بشكل جانبي وهكذا. يعني بصراحه يحتاج واحد يشتغل بهي الشغلات اكثر من عندنا احنا يعني تقريبا ابنيتنا لانه ارتفاعاتها محدوده فموضوع الهوريزونتال فورس وكذا لا زال خلينا نقول سواء بالتصميم بالبحث العلمي بالشيء يعني استوى بدا يتحرك لانه الكود العراقي الزلزال الجديد يعني نبه إلى وجود تأثير الزلازل يجب أن يحسب حسابه في التصاميم. نعم واضح. سنجي الآن خلي ننتقل إلى إذا ما عندكم شيء على السبورت يعني الآن خدنا جيد هذا ملف بسبورتات سبرينجات حتى شوف شلون نقرأ النتائج مال الملف بعدين نجي إلى اللود. إحنا طبعا باللود أكو أشياء قلناها ما رح أعيدها رح نجي الأشياء اللي ما قلناها أحاول إنه أقول نستفيد من عندها. الآن مثلاً إحنا definitions ما قلنا ما راح ندخل بها هاي لود متخصصة نجي إلى اللودات اللي هي عادية لكن غير dead load وال live load مثل wall وعليه شنو دفع جانبي مع التربة شلون نمثله؟ صراحة جاي أسوي لي بهذا الملف فد wall وهذا الوول جاء أخلي عليه شنو دفع جانبي أشوف شو يصير وكذا وين كان هذا طبعاً يعني هذا راح شوية يخرب الفرضية النظرية مال البرنامج إنه عندي سبرينجات والسبرينجات شنو بس عمودي فيرتيكال فما أجي أخلي هوريزونتال يجوز تصير مشاكل عندي. بس هو تدريب حتى المسح على الوول بعدين تدريب إنه شلون نمثل اللود. زين أنواع اللود اللي عندي هسه إحنا جينا هسه هذا أول واحد عفوا خلينا هذا أول شيء نغيره نسوي ديد. إحنا سوينا سيلف ويت البارحة شيء سريع تشينج اسمه ماتين خليه نجي نعرفه هذا إذا غيرنا ديد لود. زين عندي غيره أيضا عفوا خلي ممكن هسا أضيف كيس جديدة ممكن نفس الكيس أخلصها وأروح جديدة ماكو أي مشكلة. لو فرضنا هسا الآن خلي نفس الكيس هذه
انتهي من عندها. شنو عندي بهذه الطوابق المختلفه الديد لود؟ عندي بس احنا مر سابقا علينا التسطيح بالسطح وستاره بالسطح. هسه هالمره ايش عندنا؟ طوابق حيطان وكاشي انهاءات تقصد يعني ما جدران ما ارضيه تقصد ما ارضيه جدران يعني صراحه الجدران هي جدران. وزن الدرج على المنبر ووزن الدرج على المنبر احسن بس الحمد لله ماكو درج. يعني بيلحب الغير زين صعب عافية والباحة حليناها زين. إذن بعد السيلف ويت أبدي بأوضح الأشياء اللي هو بليت لود. بليت لود زين. تذكرون إحنا قبل هش قلنا أكو أريا لود وأكو فلور لود وأكو بليت لود. ثلاث أكو ثلاث حالات من اللودينج. شو الفرق بيناتها؟ حساني فلور وبليت مستعملهن بصراحة، أريا ما مستعملها. راح أقول معلوماتي وقد يكون أكو بيها يعني شيء مو صحيح لأن ما مطبقها. أريا وان واي قارب البرنامج يقول الأريا لود هو وان واي، أنت تختار اتجاه واحد تنقل بي اللود بريشر وبيا اتجاه تريده. بصراحة ما يعني وأقول يعني ما علي البرنامج هو ماكو داعي أنا أختار وان واي وتو واي، هو البرنامج يشوف السلاب شنو هو خلينا نقول فصله مثل ميل. بس فلور وبليت لا، ثنيات المهمات. الفلور لود شنو معنى فلور لود؟ خليني شويه ايضا ارسم بعض الاشياء اذكركم بالامور اللي دارسيها سابقا. اوكي أتذكرون إحنا بالكلية درسنا إذا عندنا مثلا سلاب بهالشكل هذا شلون ينتقل اللود من السلاب للبيم؟ شلون ينتقل تتذكرون؟ آه أحسن. من الأركان الجواب من الأركان تنطلق خطوط بزاوية 45 درجة ومن ثم تلتقي هذه الخطوط مع بعضها. وتقسم السلاب إلى إذا مستطيل خصوصا إلى مثلثين واثنين شبه منحرف. وكل بيم راح يستلم اللود من المساحة المجاورة له. وأكو معادلات وكذا إلى آخره. هذا هو اسمه فلور لود. يعني شنو فلور لود؟ يعني انت تطلع البرنامج بريشر انتنسيتي تجي تقول للبرنامج جاب ترى هذا السلاب عليه لود يساوي مثلا 10 كيلو نيوتن على متر مربع. بس تقول له هيك هو يسوي هاي العمليه معادله ما هو بالضبط يحول اللود الى من السلاب للبيم. سواء حد راح يقول يعني احنا هسه بالبرنامج لحد الان شنو سوينا؟ احنا سوينا بليت اليمنت، والبليت اليمنت هو اللي خلينا نبقى الشكل هو اللي ينقل اللود من السلاب ومن البليت اليمنت للبيم المجاور. اذا نستنتج من هذا ان الفلور لود معناها ماكو بليت اليمنت. بعباره اخرى يعني اكو فريم الان بس السلاب انت ما مثلته باي شيء. يعني ما دخلت السلاب ويا الفريم. شلون؟ خلينا نشوف نهايه الدرس عباره جديده او تختلف عن الشيء اللي احنا سويناه. خلينا نعوف هذا الملف مؤقتا حتى نسوي لنا ملف جديد لان هذا كنا نخربه نوخر السلاب والبليت واحنا اشتغلنا كله بهالفرضيه. اذا احنا امام فرضيه جديده انه ممكن نسوي ستراكشر بس بدون بليت اليمنت. يعني السلاب ما داخل ضمن الستراكشر. اقصد ما داخل شنو؟ يعني معناها احنا ما مسوي له موديلنج كاليمنت لكنه موجود كلود وكوزن وكذا. فشنو الفرق بين هذه الفرضيتين؟ يعني بنايه السلاب موجود كبليت اليمنت وبنايه ما بيها السلاب. هذا اللي اريد احكي عليه الان. اذا نيو بروجكت سبيس وصلنا بالعدد خمسه ما اعرف اوكي خلينا نقول خمسه وزارد
هنجيب لنا أي ملف سريع حتى نفهم هذا الكلام اليوم. زين خلينا هذا الملف بعد ما راح نمثل ماش ما نخاف من الكبر ماذا المبنى هنا لين راح نسوي فتشي. أنا هذه بناية هالشكل هذا. زين خليني أروح مباشرة إلى اللود باعتبار أنا قاعد أتعامل ويا اللود. آد بدون مش هو هذا الآن ديش مش اشتغلنا هنا شنو ماكو مش راح تبقى للأخير ماكو مش. أوكي إذن ديد لود جينا إلى وراء ديد لود يعني حتى يكون همتين شوية المثال بي منطقية خلينا همتين ندخل فد property 0.5.25 أوكي هذا الآن sign to view كل اللي أمامنا هو هذه أبعاده هاي خلصنا منها وسبورت سريع pinned نعم أوخر النود هي تلقائيا تروح وتجي ويا الشغل sign أوكي زين واضح موعدكم زين أوكي أسجلنا للود أول الآن قلنا dead load أشوفوا يعني إيش حركة سوت هاي الساعة اللي أقول لكم الآن ضفنا self weight انتبهوا self weight الآن سقف داخل لو ما داخل داخل وين السقف حطيته أصلا ما أكو سقف يعني اللي البرنامج يقرأ الممحي ولحد ما يقدر يقرأ البرنامج يقرأ الممحي لأنه الآن يعني هو حسب self weight وزن البيم نفسه ووزن القلم نفسه غير شيء ماكو احنا ما معرفين السلاب كالوري اوكي بس يمكن واحد هم يسال يقول احنا سجل ليش ما موجود الميش وقاعد نسوي وكذا هاي صايره نعم صايره وياي بنايه طبعا مشان البروسيسر شويه اضعف من هذا عشان الران تايم قبل اتذكر في البنايه كانت في المستشفى كربلاء 10 طوابق بس وين 10 طوابق جيت خليت اليمنت مو بس انه الران تايم هسه مثلا اريد افر الملف سايد فيو هيك بالبطيء قام كله فقلت هاي شلون؟ لا قلت ماكو زين شلون راح اكمل شلون اكمل شغلي؟ فلهذا ماكو غير شنو؟ كل النودز وهاي الفخام منين جايه؟ من المش طير المش وخرت كل المش اشتغلت مثلا بدون مش زين الان بدون مش ايش راح نسوي؟ هذا اللي نتعلمه هسه شلون ندخل اللود شلون كذا؟ زين سلاب الان سلاب طار شلون راح نتعامل وياه؟ شلون راح نصممه؟ هو احسن هو راح نحسبها الان بالايد راح تشتغل بالايد نعم حسن في يعني هنا هذا اللي راح يشرحه هسه انه اقدر انه ما اضيف السلاب على احسن خيار ثاني وهذا من خلال حساب هاي المساحه اقدر اضيفها كحمل على البيم عفوا انت مره كنت سالتك سؤال او كذا بالضبط هو الان انا اجى وقته اجى وقت الاجابه على هذا السؤال انه هل مجبورين نسوي السلاب؟ لا مو ممكن ما نسوي السلاب هيك بهالشكل وشو خلينا نشوف اعطوني حتى يعني مجال انه عندنا بعد تقريبا حوالي 35 دقيقه تنتهي الساعه الاولى زين اذا هسه نجي السلف ويت راح يجي الى شنو هسه فلور لود هذا الان باص بليت لود ماكو ما يروح بليت شنو ما عندك بليت اوكي اذا فلور لود هذا الفلور لود شيد من عندي اهم شيء الانتنسيتي والرينج هذا يشتغل الانتنسيتي منين لوين اوكي هسه طبعا خلي اسد لانه خل اعرف اجابها اشوف شو احضر نفسي احضر ارقامي هاي صار بها كالكوليشنز عم بذاك كالكوليتر واحد يحضرها حتى نجي نحسب كنا نحسب الان بدينا خلي اجي اشوف الان ابعاد البنايه هاي البنايه 12 متر باتجاه اكس و12 متر شباب باتجاه زد وباتجاه واي قد 15 متر اوكي هاي اول شيء عرفنا الابعاد هسه من اقول انه الان مثلا عندي الستراكشر المحصور بين 12 بين 0 و12 باتجاه اكس وبين 0 و12 باتجاه زد وبين 6 وستة يطلع يا طابق ستة وستة إيه
يعني معناها بستة، يعني يقع ضمن الستة، معناها هنا هذا الطابق، هذا معنى الرينج. صراحة نطبق وتشوفون جزء مو واضحة بالكلام، بس خلينا هسه الانتنسيتي، خلينا نحسب هسه السلف ويت. عندنا سلاب سمكة 0.2 وكثافته 25 فؤاد، 0.2 في 25 5. وعندنا كاشي مثلا خلينا نقول من الكل 1.5 6.5 سو اوكي، سقف زائد كاشي من فاكتر ايش قد 6.5 كل نيوتن على المتر مربع. ماكو اشكال بالرقم زين. عاد خلونا نشوف الفلور لود شلون راح نطبقه. طبعا بالنيجاتيف ماينص 6.5 هذا الرينج. هاي شوف وين الارقام، يقول ديفاين واي رينج. هسه نجي طبعا هاي 6.5 قلنا بيها كاشي، اذا هاي تشمل منو؟ هذا الطابق وهذا الطابق وهذا الطابق وهذا الطابق، أربعة فلورز. ماكو جوا يعني شنو قصد الجوا؟ أرضي. علقة علقة علقة. هاي ما دام واحد بينتبه الحيطانها مع علقة. لا لا كسر داب، لا مو كمانها فلور جديد. فلور يعني هي أرضية معلقة وعليها. لو كرافس العراف رأسا هم مو على البيم وعلى الكولوم وعلى يعني رأسا للأرض. نعم سألوا شباب قبل ما نتقدم، خاف أحد ما عرف الرقم منين إجا شيء زين. إذا 6.5 المن تشمل، انتبهوا هاي الطوابق الأربعة حتى تنتبهوا للرينج. سنجي الرينج مع الواي، هو بدأ بالواي إذا من الصفر لوين؟ مو لأنه 3 3 3 12 حتى يروح للصفح ليروح لهنا، ممكن تقول له 13 ممكن تقول له، المهم حتى لا يروح لهناك لا تقول له 15. اوكي زين. الاكس والزد دكتور الصفر من الارض يعني عن صفر قصدي الاحداثيات من فوق، احنا عاده نمدد صامم من فوق. اوكي هذا خش سؤال، لا هذا خش سؤال انه وين الاوريجين لابلز او سيمبلز منك اروح؟ لا اكو قول طلع على الاوريجين، خلينا نشوف وين الاوريجين. اكسس شو اوريجين، شو اكسس ات اوريجين هاي هذا 0 0 0 ما حد تعرف انت محتاجين ارقام زين. لو فرضنا هسه هي العمليه مو هالسهوله، يعني مثلا عندك هذا الطابق بحمامات، يعني عندك حيطان مع الحمامات، عندك اوزان اضافيه، فتدك مربع بالطابق تنطي انتنسيتي بريشر، تحبون نسويها؟ خلينا نسويها، خلينا شوي نضي زيادة مثلاً، أوكي؟ في المكان، في واحد من عدهن مثلاً، أو بكل الطوابق وحمامات واحد فوق الآخر، هيك حتى يكون مور لوجيك، هي دائماً خلي الحمامات واحد فوق الآخر، ماشي؟ زين، إذن هسه خلينا نجي، إحنا وين قاعد نحكي؟ إحنا قاعد نحكي على الآن هاي الطوابق، أوكي؟ وقاعد نحكي على 6.5 لود بدون الحمامات بدون الجسمة. وممكن نضيفه هذا بعدين لود اضافي مثلا للحيطان للكذا، بس نشوف شلون. اد نرجع من جديد بعد ما شفنا الاوريجين وين، ممكن شويه ندنيها من الرسم حتى نباوع ايش يصير. ناقص 6.5 من 0 الى 12 من 0 الى 12 ومن 0 الى 12 اد يمكن صار مرتين كليك دست سوري خلنا مسحها سأكون معك عفوا أنا كررت بالخطأ آسف. نعم الستة ونص اللي حسبتها أي الكل البناية لو عبارة عن هذا التناغم أنت سنبين بقى الرسم، خلي أخذ بقى سأشوف خلينا رابع على توب فيو خلينا نشوف شنو صار. يعني انا حرامات خلت مربعات، يعني بعد هذا واضح انه لو مستطيل يصير شبه منحرف، هنا 45 يشوف كله مثلثات يصير اللود. فهذا الان قاعد تشوفوه هو كل سلاب الان مؤشر امامكم، هو دا يوزع للبيمز المجاوره له، بقى دا يوزع السيالود سؤال حسن، دا يوزع وزن السقف احنا حسبناه بدينا وقاعد ينطق هو ينقله البرنامج من السلاب المن للبيم،
ووزن الكاشي تمام حسن لكل البيمات الأربعة. لهذا شوف اللود شلون يصير شكل اللود يعني بين عندكم ما يبين هذا مثلثات هو احسن هو الخساره عرفت تقولها بالاخير انه الان سلاب يعني كانه السلاب راح احنا نصمم بدينا نحلل بدينا او برنامج منفصل يجوز شوف شنو مال سلاب او كذا او ملف اخر او وعن سويت ابو كثير اخذت طابق واحده تعرفون احنا هاي بناخذ البنايه كلها هذا مهم جدا لتصميم الاعمده بس بالنسبه للطوابق كل طابق يشتغل واحده ما لها علاقه وعشان بها على النايف ايج وعلى هاي الاشياء والكذا فممكن تجي شيء طيب يعني سلاب يعني شو بالنسبه لي بالنسبه لي اسوي الاحمال اي اريد اسويها بيت اي لكن التمثيل القديم اي اي شنو فرق حساب الاحمال شنو الفروقات الان كاحمال نفس الاحمال بس خلينا نقول السلوك الانشائي اكو فرق راح يصير هنا عن هناك ليش هناك شنو السلاب والبيم مربوطين سوا فالسلاب من يتحرك يسوي تورشن بالبيم هنا بعد ماكو تورشن بس ذاك مودر دكتور طبعا طبعا شلون الحاله نستخدمها الى مثلا مثل ما قلنا ران تايم شلون ذكرت شيء امثله يعني بس احنا سريع عمل يعني في عمل سريع قسم عملك احسن في شيء سريع ممكن يسوي مثلا شيء لانه هذاك طبعا هو ذاك يعني المش هو اللي ياخذ الوقت شفتوا انتم كل بانل واحده وتجي والصف فيها وحده قبال اللخ وما ادري شنو بينما هنا شفت لا يعني كلش خطوط وسهله تنتهي القضيه وهو ينقل اللود مو لس حتى اي شكل سلاب يكون مضلع كذا هو هم راح يقسمه كلها 45 بطريقه معينه يصير لك اشكال بدنا ناخذ تحميل مال الجدران الطابقيه والجدران اذا شيء هو سلجي احنا هسه هذا كانه هسه دخلنا لود قلنا شنو وزن السقف زائد كاشي هسه وزن السقف زائد تسطيح 0.2 في 25 وات زائد 3.5 مال التسطيح الشتايجر والتراب وكذا فيصير 8.5 اوكي شوفوا اي طب شو اسمه الاعداد اي خطوات شرط النسبه 12 بالنسبه لحوار اكس واي وزد زين بس احنا قلنا هذا من 6 ل 6 هو صار راح اسوي هسه عندي بس سطح سلطان هسه عندي ارد اخلي لود هو ارد اخلي لود بس هالليفل هذا شلون راح اسوي شوف دكتور احس سؤال الان اي اي انت من كتبت الرينج من 0 الى 12 اي 12 غير ارتفاع البنايه انه كل الطوابق كل الطوابق زين من كتبت من 0 الى 12 ليش خلى كل طابق الى مثلث خاص فيه زين انا اقدر اقول هذا من صفر الى مثلا ارتفاع طابق 3 اقدر اقول من صفر الى 3 طب هو ده يحسب اللود لكل طابق طبعا غير يعني ايش اسوي هاي الثانيه ايش اسوي هسه راح تبين يعني هسه انا اريد اخلي لود 8.5 شوفوا هذا هسه ماينص 8.5 اوكي هذا وين صاير بس على هالليفل واضح خو هذا شلون اخليه بس هنا 15 اه راح اجي من اقول له الواي اقول 15 المينيمم 15 والماكسيمم 15 زين شريط كل الطابق اذا نفس الشيء 12 0 الى 12 و 0 الى 12 واضحه حتى يعطيني كل الطابق بس وين بس فوق شوفوا ايش راح يصير هذا ضفته شوف يتعشر ازرق بس هو ذاك هاي صرت هذا أخضر ذاك أزرق سخوش حكي مو زين هسا أريد بعد أريد هذا هسا هذا أكو هنا حمامات بالأربع طوابق بس في هالمربع أي أوكي بس قصدي مو هو وصل قبل هاي خلطان هو شقد الوزن مع الحيطان مع الحمامات ما المشكلة سوينا الصراحة باوع شوف هذا اللي هو هذا 15 هذا بس الفرق انه هنا سوينا بالواي الماكسيمم والمينيمم 15 حتى هو شنو يعني ماكو محصول بهالليفل 15 لا ما تسطيح لا
ماني ونص. اوكي نستمر. زين هذا الان لو فرضنا هسه الخارطه المعماريه بهالشكل، خارطه المعماريه خلينا نقول هاي احنا مالتنا مثلا كانت الجسور. عليكم السلام ورحمه الله. هسه مشغول 10:30. هذا راح يكون ما شاء الله. معلوم معلوم معلوم. هاي خلينا نقول كأنه هسه الأعمدة هنا كانت، حتى نميز احنا الآن وين هاي الجدران مالتنا اللي نريد نضيفها. هاي القواطع مالت الحمام راح اسويها بهالشكل. هذا مثلا حائط وهذا حائط ونص المسافة احنا اعتقد كانت هي 6-5 رجل كانت بالبرنامج. ثلاثة على أربعة. أوكي إذن هاي 3 متر يعني حمام نص الحمام به حيطان. شلون أضيف أوزان الحيطان على السقف؟ هذا الآن السؤال. وطبعاً دائماً هم يعني الطريقة يعني صراحة همش قبل نحتار، واحد يقول نخلي هيدن بيم، واحد يقول ما أدري شنو، يعني كله يعني هذا هيدن بيم بصراحة خدعة كبيرة. ماكو شيء اسمه هيدن بيم أصلاً، ما يشتغل إنشائياً وخسارة هيك حرامات بحرامات. لكن اللي شيء الأفضل لو بيم من صدق، من نقول بيم يعني يكون دف ما تختلف عن السلاب، يعني وضع حديد تسليح بيم مخفي، هذا يعني كل شيء ما يفيد بصراحة، مجرد خسارة زيادة وزن. لكن شنو اللي يفيد الآن؟ إنه إحنا شوف إيش راح نسوي هسه. راح نسوي في الطريقة اللي هي أيضا تعلمناها من المصممين بصراحة الأقدم من عندنا، علمونا قالوا الآن لو عندك simply supported beam عليه point load P أوكي تجي تحوله هذا البوينت لود الى يونيفورم لود، خلينا نقول دبليو اكويفالنت، يكافئ هذا. يكافئ بشنو هنا السؤال؟ يكافئ بالتاثير. يعني شنو التاثير؟ مثلا انت ايش رايد؟ مثلا رايد شير بالبيم، انت مثلا رايد العزم بالبيم، انت رايد، فكل مره كون تفكر شكل. يمكن اذا في الرياكشن شو راح يصير؟ بس المسافة يعني هذا بي يتقسم على 2 مثلا، وفهنا شنو دبليو ال هم يتقسم على 2، فما عندك مشكلة. هذا فشي كلش بسيط. لكن وين عندك مشكلة؟ من تخلي العزم نفسه بالثنين. تعال ارسم المون دايجرام للثنين، ايش راح تلقى؟ بي ال اوفر 4 المومنت هنا، وايش راح تلقى هنا؟ دبليو كوفلن سميناها في آل تربيع على 8. الآن أنت تريد هذا يكافئ هذا يعني يساوي. إذن بي آل أوفر 4 دبليو إكويفلنت في آل تربيع على 8 معناها دبليو إكويفلنت شو تساوي؟ شنو معنى هاي المعادلة؟ هاي معناها انه هذا البي بوينت لود توزع على او توزع على كل وانضرب في شقد في 2. هاي القاعده اعطى حتى نطبقها على يعني سلاب على بلوت وكذا، وشفتها مضبوطه بتخاف تشتغل بيه مش شغل السلاب. هاي راح نستعملها الان بموضوع وزن الحيطان. شوف الان الحيطان خلينا نقارن بين المثالين. اذا انا اريد اكبر عزم بالسلاب هنا، أكبر عزم هنا، أكبر عزم هنا، شو أسوي؟ أحسب وزن الحيطان وقسمه على مساحة السلاب 3 × 3. وزعه بالضبط وضربه في 2. هذا شو يعطيني؟ يعطيني الجدران وزنها إيش قاعد يسوي؟ عزم وين بالسلاب؟ وما يفرق هل الجدران مركزة في مكان معين لو شنو؟ لو ديد لود موزع على كل الطابق. هذا وين يفيدنا؟ مثال ما مرة أتذكر بالإسكان أحد الأشخاص قاعد يسوي عمارة مع أطباء، جاني أحد أصدقاء المهندسين
هذا أربع طوابق كذا ما شنو أتذكر بالضبط قاعدة الطوابق. قال بس أكو مشكلة، هو هذا ولد يعني مهندس معماري، فشنو المشكلة؟ قال يريد نسوي بحيث هو كل سنة يقطع شكل، كل سنة يقطع شكل، يوم يسوي العيادة هالكبرى، يوم يدل الحائط، وأنا هم محتار وياه، أنت زين شو راح تحس باللود؟ قلت له بالنسبة لي محلولة بسيطة. ليش بسيطة؟ لأنه أنا هسه أجي مثل هذا بانل 3 في 3، إيش قد أكبر عدد من الحيطان ممكن تكون بيه؟ أقدر أقدر. يعني صراحة ما مثلا شغل أقول أكبر عدد هو كروس، حيطان صغير كروس. ما معقول أحصل أكثر أصغر من هذا الغرف والكذا، تمام؟ خصوصا كان بانل صغير، أنطيك كروس حيطان. الآن بعد ما يهمني الحائط مش هيمنع يسرى صار قريب الطرف كذا، يعني شنو؟ حاسب حساب وزنه. وفعلا دائما اشتغل عليه بهاي الطريقه، لهذا ما اهتم بيقول لي مثلا جدران راح ندني جدار، شلون خاف انت؟ خاف انت حاسب الجدار اللي جاي هنا واحنا بدنا نمشي فد متر. انا اعرف انا اصلا حاسب النص اسوء شيء. طيب شوف اهميه الفكره في بالحياه العمليه، تعطي هوايه مرونه وسماحيه لمن؟ للمنفذ او صاحب البنايه او كذا. انا اقول له يا بهاي الغرفه لك مفتوحه، شو ما تقطعها قطعها. يفرحون طبعا يسمعون يجي حكي والله هذا مصمم، وين كان عنا هذا المصمم قبل زين. على اي حال، فاذا بس خلينا ننتبه الى نقطه مهمه، هذا الحكي اللي قلته هو صح فقط لحساب العزوم بالسلاب. تذكرون صح حكينا هذا اكوفلنت المن 2 بي على ال لحساب العزوم على من؟ على السلاب، مثل ما احنا عادين على السلاب. اذا احنا هسه اصلا ما عندنا سلاب بالمثال مالتنا، احنا قاعد نحسب، قاعد نحسب البيم، اللود بالبيم والعزوم بالبيم، فايش راح يصير؟ راح يصير مو 2 بي على ال، راح يصير بي على ال، مجرد اللود انوزع على المساحه حتى يتحول الى شنو؟ ديد لود. يعني مثل انا عندي هسه فد بليته وفوقها وزن، والوزن اللي يروح للسبورت هو كل الوزن اجمعه وقسمه على السبورتات بالتساوي كانه هيك، واضح؟ زين. اذا هسه خلينا نجي نحسب وزن الحيطان. هذا طبعا نص طابوقه، تعرفون هذا قاطع 4.125 متر، ارتفاع الطابق فؤاد 3، ف3 في 0.125 في عندنا حائطين كل واحد 3 في 6، طلع حجم الطابوق حجم الحائط في كثافه 19 18 كثافه الطابوق والمونه 42 تقسيم 9 مساحه السقف 4.7. اعيد هاي الحكي لو واضح ومسجل عندكم، حجم حجم الحيطان كلها الموجوده عندك في كثافه الطابوق 18 او 19 كيلو على متر مكعب، يطلع بالكيلو نيوتن قوه كامله وزن كامل، تقسمه على مساحه البانل اللي بيه الحيطان، فايش قد طلع؟ 4 بوينت. هاي انتنسيتي احسنت، خل نروح الان للانتنسيتي. دكتور نعم انا حاولت اتعلق بالحيطان قواطع اللي هم اربعه يعني أكثر مشروع شفت دكتور حتى المعهد الطبي مجانا يستخدمون جو القواطع مال الصحيات الهيدن بيم. اي انا قلت لك استعملوا، انا شخص هذا رايي يعني رايي كانشائي وهاي تجربتي الطويله. هذا حلو سؤالك اكرم. فاليوم انا قلت امس بالفيسبوك سألت او ما ادري يعني ما اعرف، فاليوم صار ببالي ادور ورا الهيدن بيم، ارد اطلع اصل الهيدن بيم شنو؟ شنو تأثير الهيدن بيم؟ بما بالاستفادة من البرنامج، أقدر لو ما أقدر؟ شلون؟ إيش تقترح جعفر؟ إيش عملت بالبرنامج جعفر؟ أنا أشكرك أنا ناجحاني في المهمة مالتي. لا، أنت فكر، أنا أردكم صح مش عن أفكاركم، يعني الآن أنت فكر، أنت الآن أخذ بناية يعني مثلاً بناية سقف واحد، أوكي؟ هاي البناية بفكر بالحالات مالت الهيدن بيم، انه شنو عندك الان؟ اكو بيم ارضه بقد ارض الطابوقه بس سمكه بقد سمك السقف، وسوي بيم خو تقدر بالبروبرتي تسوي بيم سمكه شقد 0.25
وعرضها شقد؟ سوري سمكه 0.2 مثلا او 0.3 قد السقف مالته نفس الثقل. زين هذا الان وارجع هذا الان خلي عليه شو اسمه لود وخلي هذا بعد طبعا بعد بيم خلي عليه الحائط راسا احسب وخلي عليه وروح شوف راح تلقى هذا البيم المسكين لانه راح تسقف لانه سمكه قد سمكه السقف اصلا راح ويا السقف كله ينحني ويا كل شيء ما اصلا ما ياثر على السقف ولا كانه موجود بالسقف. أمين جبت الكلام هذا يعني حقا مو يعني ما قلت أصلاً تجربتي والله وخبرتي وما أدري إيش لا ما أقول شيء ولا راح أقول شيء في يوم من الأيام عندي دليل يعني أرد دليل فدي هذا يا أبو ممكن أسوي مثالياً وأجيب النتائج وأجي شلون قلنا هاي بالمحكمة الفدرالية والسبرينغات والأسكا بحصر حجة دامغة دكتور عبد الله حق التسليحة أقوى وأعظم يعني اسمك ما تخرج ابوك 25 هو قاعد يسوي 50 جرب اكرم هاي يمك البرنامج جرب سوي 50 سوي 50 سوي 70 بس دائما تصير سمك السقف وشوف شو يصير حاله من دكتور مثلا تاثيره قليل الا تاثير بس كلش قليل نعم راح يصير دكتور البي اكثر من الاج يعني هو مو هاي مو مشكله البي والاج مشكله يعني انه من نقول الاستثناء شوفوا هي رجاء الاستفنس هو اللي يأثر في عدد توزيع اللود والعزوم يعني احنا مثلا بما يلتقون سوا فدائما اكو صعوبة منو يسند منو منو الرئيسي ومنو يعني على من نباوع على من نباوع ها شلون نعرف منو يسند منو التزام شو تقول عمق عافية العمق الكبير هذا اكيد ساند البيم يعني هذا جيردر وذاك مثلا شوف شو يصير حوله كذا مو تمام تجمع احنا لا اراديا على من باوعنا العمق. زين إذا اثنين هم لقيتهم يلتقون نفس العمق. أي تسليح أقوى؟ أترك التسليح بس كشكل. كمية التسليح. أترك التسليح كشكل. أفرض مو حي مو كونكريت مسلح. افترض خشب حديد. راح تحس شنو؟ راح تحس شنو؟ كأنه هذا مثل شلون مشبك جريد وده يشتغلون كأنه سوى هو صح أبو هاشم قال عشان مهمة عشان أحاول الماء أسأل أدخلها بعدين الأرض الأرض هو موجود. لأنه أنا راح أوصل بالأخير AI على أرض. أنا أريد أجيبكم إلى شنو؟ الاستفنس. استفنس هو شنو؟ AI على أرض. الإي شنية؟ الماتيريال. ماتيريال قلنا نفس الماتيريال. وخلها الإي. إيش بقى لك؟ AI. الآي طبعاً آي واضح. الإسبان طبعاً الإسبان الأقصر قلنا أقوى. الإسبان أطول أضعف وأقل أنت. لكن الآي. إيش تعني الآي؟ ترى الآي هي H. اي بين قوسين انت شنو ليش الاتش لان تكعيب لان تكعيب يعني اذا اضيف سنتيمتر يتكعب الرقم اذا اضيف كذا فلهذا هاي هي من اقول عن الهيدن بيم وسمك البيم روح للبرنامج جرب انت تفهم عندك يعني حس هندسي وتعرف شنو الاستفنس وكذا تعرف انه هذا اتش نفس الاتش ما اقول ما يفرق نهائيا لكنه فروقات يعني لا تذكر ما مؤثره يعني عمليا اوكي زين خلينا نسوي هاي العمليه ايش عندنا انتنسيتي شباب 4.75 مو شي صار فؤاد نعم ناقص 4.75 هسه هنا شويه انتم تقولوا لي الرينج انا اريد على هالطوابق بس مو السطح وبهذا المربع وهذا الاوريجن ايش اكتب من 0 ل 12 الآن محمد جعفر يجاوب يقول من الصفر إلى 12 الباقيات شو تقول إبراهيم إذا حتى تروح الجائزة لمحمد جعفر هذا شوف إحنا نريد هذا المربع وهاي قدامكم الأكس والزد اها بالثلاثة هو المربع مو تمام اها والاتجاه الاخر مالتين هم صفر ممتاز اذا ثلاثة ومع هذا انت عندك رسم وهذا بصراحه الجميل انه انت الان اد وما قاعد تشوفون جلوبال هم ترى احنا ماخذين جلوبال انا ما قلت لانه باعتبار هي الديفولت جلوبال زين كلوز روح نباوع شوف شنو صار بين لما مبين مو ازرق بس هو ازرق والبقيه اخضر لا مو هاي يعني جدران لك غير لو يجوز يطلع غير رقوب غير من فوق ما يبين طبعا لانه السطح مغطيه اذا هذا لود وهذا لود وهذا لود هذا هو الفلور لود
إذا حد عنده ملاحظة سؤال واضح. هذه المحارات مختلفة بصراحة أكثر من الدورات السابقة، إنه بس مربع وكذا وإلى علاقة بالحياة العملية. بس أريد شوية أسوي سمري سريع، شنو الفرق نمثل السلاب بليت وإنه ما نمثل السلاب؟ يجوز خفاء الشام مرينا عليها بشكل متوزع، خلينا نقول كل شوية سؤال كذا، خلينا نجمعها كلها سوا. الآن أنا شريد أريد أسوي البناية مالتي، أشتغل بالبرنامج بفقط الفريم اللي هو بيم والكولم، ما أريد أحلل السلاب. شوفون لجت لهنا، أنا أريد أحلل البيم والكولم بالبرنامج وما أحلل السلاب. هسه هذا شنو وصف لواقع. الآن نريد نحكي ما هو السبب، ليش مو كلهن؟ ومثل ما فضل أكرم قبل شوية، أقرب للواقع كلهن. ليش؟ لأنهم مربوطين به. أسباب كثيرة، سرعة الران تايم، ملف كبير. على سبيل التأكيد إذا أخذنا 100 طابق، أكو بناية 100 طابق لو ماكو؟ طبعا أكو، أكو أكثر، يمكن 160 وما أشبه ذلك، أكثر. زين سلمان ما نجرب أعطي مش و 100 طابق شو يصير؟ نخاف على إبراهيم، حاسدك أنت مضروبة بايروس راح تبيعها، جرب شو يصير من هالساعة علقت. أها مع العلم كل اسمه طاوله. بعد اندثار الرينج اكو بي ثلاث على 0 إلى 12 اكس واي زد خلينا ارجع اكمل الصوره حتى تكون واضحه. اذا من نستغني عن السلاب في فريم من هذا النوع، قلنا لسبب الوقت، لسبب الكذا والسرعة، السهولة يجوز شيء إلى آخره. بس هذا معناها أنه أنت يكون عندك السلاب طريقة أخرى، إلت تأخذها مثلا واحدة أو لكل طابق أو طابق واحد تعتبر typical، وسوي ملف مثلا بالبرنامج أو بإيدك، والله أنا أكون مثلا 2 مثلا 3 سهلات مدري شنو ما الطريقة. يعني المهم أنت فصلت العملية الهندسية بالبرنامج إلى جزئين، السلاب واحد وباقي الفريم واحد. والفرع هو يعني تسميه أصلاً من الباقي. أحسن، إحنا شو قلنا كله أبو النص كل ما أدري شنو يعني، هو حصيرة فوق حصيرة. زين بس نجي بعد شنو، أكو شيء آخر حال لازم نقوله كسلوك إنشائي للممبرز. إذا السلاب ما مربوط بالبرنامج ويا البيم، البيم ما راح يصير عليه تورشن. شوف البيم الآن صاير بيه على اللود، شنو من الصورة مبين عمودي، بس كل اللود صاير شنو عمودي. فلهذا ماكو فتشي رح يفر حول المحور الرئيسي مالته فيطلع بي تورشن. اذا معناه كنت تحسب حسابهم التورشن ماكو، فشنو حلولك؟ طبعا تورشن بي كلام ان شاء الله بالتصميم نحكي عليه. نعم، هي انتقال مثلث. المثلث عاده انا مركز الفهم مركز، نعم مالته بالضبط تبعد بعد هذا اجعله 3. هذا هم اكو الحمل في 3 من 10 من لا لا، اتفقنا انه هو متفقنا انه داخل سناتر الممبرز، ومن يخلي له يخليها على سناتر الممبرز مين يجي التورشن. الان هو هذا الممبر وهذا السنتر لاين وهذا اللود دي ينتقل، مين يجي التورشن. بس اذا مربوط بي سلاب مثل السابق تشي هنا، هذا السلاب هو راح يفر وش يسوي عليه؟ تورشن. اوكي زين اي تقريبا هو هذا يعني اللي تقوله، يعني انه التورشن ماكو، السلاب كل واحد تشتغله، الهدف هو السرعه، الهدف هو السهوله. يعني الطريقه الاولى اللي افضل طبعا انت تقدر، انت اول شيء تفكر بالاولى. يعني انا ما بروح لهنا راسا، فكر هناك ما صارت عندك إشكالية صارت بالوقت بالكذا، وين تجي لهنا. طبعا بس أنا يعني أشعر أنه جزء من الدور، هم لازم أقول لكم هذا الأمر. ليش؟ لأنه يعني وايد ناس تشتغل هيك شغل، أنه أصلا إحنا صراحة قبل بالحسابات اليدوية هيك نشتغل، كنا أنه ننقل اللود بإيدينا قبل البرنامج. شنو نسوي قبل البرنامج؟ كان عندنا فقط نحلل البيم continuous beam، نين نجيب اللود على البيم، احنا نروح للسلاب ونحسب اللود والنقله وما ادري كل هالعمليه نسويها شنو بالايد. اوكي شكرا. بس انا ما كنت ادري ايه الدبليو
اثنين بي على ال اخر شيء. اي. صار بي على ال الثاني مره. احنا شنو قلنا؟ الاثنين بي على ال المن، خلي اكتبها هنا انا حتى تبقى عندكم. اثنين بي على ال فور اكويفالنت مومنت ان سلاب. انا بدي احكي صح، صح انا خليها على بي بس هي اثرت عليها على سلاب. الان الثانيه بي على ال فور اكويفالنت شير اند مومنت ام بيم بالضبط بعد منه اند اكسيال لود ان سلاب ان كولوم سوري ان كولوم، يعني تقريبا كلهن ما عدا السلاب. لهذا هنا هم مرات انا اكرم شو اسوي؟ سو ملف، قام تتفرع الملف في البنايه، قام تتفرع صار ملف في باحه الديفلكشن، اعطيك ستيشن واكتب ديفلكشن. هنا مثلا شو اكتب؟ اعطيك ستيشن واكتب مثلا سلاب مومنت، بس هذا حتى شنو؟ اعرف انه هنا بهذا الملف ضاعفت وزن القواطع، ضاعفت وزن القواطع. طبعا بصراحه قبل شفت مرات ما اهتم، بس بعدين قام تجي الابنيه 10 و12 طابق اقول هو ايش غير اوزان على احمد شو كل شوي انا اصلا ضارب الحيطان، هي الحيطان ثقيله وانا شو مسوي لها اني ضاربه في اثنين ضاعفها، فاسوي سو ملف اللي هو لا مجرد وزنها هي، هذا يحسب لك الكولوم ويحسب لك البيم السلاب، ملف لا ايش تسوي الضعف. هذا مهم، مهم حتى شنو؟ لان كل احنا هسه كبدينا اليوم الساعه هذه انه احنا نسوي حسب ما الكود يريد، حسب ما التصميم يريد. وشوفوا الان البرنامج بدا يتحول الى مثل المحبس، لو بعده مو كلش محبس زين. المهم هو التول، شوف شلون قاعد نوجهها، مره نوجهها منا مره نوجهها منا بالشكل اللي يخدم قرارنا الهندسي وغرضنا الهندسي. نعم ذاك سؤال اخير حتى ندخل بالاستراحه. سمعت استراحه وراحت الاسئله طارت كلها. نعم احنا اذا انتهت الان المحاضره التاسعه ناخذ بريك فد نص ساعه وننتقل الى ان شاء الله المحاضره العاشره.